السلام عليكم. سلام سلام البنات، كدايرين؟ كل شي مزيان؟ آمين آمين، ونمشي معكم بس. شكرا. شوية وصافي، الحمد لله. سلام عبد الله. سلام اختي مالك. يمكن فاطمة الفاخر مازال مشتيش الفيديو اللي كنت حطيت. توفى لي الوالد ديالي، الله يرحمه ويوسع عليه. آمين آمين. شوية وصافي، شوية. النفسية محطمة. نمشي معاكم باش. شكرا كاع البنات اللي عزاوني، شكرا كاع البنات اللي خلاو لي تعاليق زوينه، شكرا كاع البنات اللي دعاو لي مع الاب ديالي. شكرا بزاف بزاف بزاف. لا يخطيكم ولا لا يضر شي واحد في شي حد اللي تيبغيه او شي واحد اللي عزيز عليه. صراحه صعيب 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 الفراق، بالاخص ديال الوالدين. ما صعيب بزاف. لا لا يرجع. دابا الام ديالي محتاجاني، محتاجاني نوقف معاها، نساندها، نعاونها، ندير معاها كل شيء. هادشي علاش خاصني نبدا نخدم على القناة ديالي، ولو نولي ندخل منها واحد المدخول اللي نقدر انني نعاون الام ديالي معنويا وماديا وكل شيء. شنو نقول لكم؟ الهضره تتخلط، الهضره تتمشي، كل شيء تيمشي. ما بقيتش عارفه شنو نهضر ولا شنو نقول ولا شنو. راني تنصور لكم فيديو، تنحط التليفون قدامي وتنبقى نهضر وصافي، تنقول هذاك الشيء اللي تيخرج من قلبي تنقوله لكم نيشان. وجيت بهذا اللايف، جيت بهذا اللايف غير باش نهضر معاكم شويه وتهضروا معايا شويه، لانكم عائلتي التانية. وغير قبيله شحال بكيت 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 بكيت، تندخل تنبقى نشوف التصاور ديال الاب ديالي، الفيديوهات ديالو وبالاخص ملي تيتفضوا في الليل وتنسى كل شيء وتيبد، راه تيجي الفيلم كل شيء تعاود قدامي. ما يمكنش، راه ما تنعش ما تنعش ما تنعش. بحال صدمه دابا. انا راه مازال اختي سميه مصدومه ما تيقاش. الله يرحمه اختي راجيت، رحمه ويرزقكم الصبر. كيف بقيتي؟ حاولي تشدي في راسك، تحتاجيني في فراق صعيب. اذا انا ديالي توفيت في معركة ما شفتش بقات فيا. حتى انا اخوتي مساكن ما حضروش، ما شافوش كاع الجنازة ديالو، ما حضروا ليه ما شي حاجة. حضروا غير في الواتساب وصافي. كانت واحد الجنازة اللي اش نقول لكم، ليلة الله وصافي. هما اللي هي تيتقطعوا، حنا هنا تنتقطعوا، واخا قطعوا البيي واخا هذا، ولكن راكم عارفين خصهم يديروا له التيست، وعاد يخرج ليهم عاد يخرج ليهم عاد صعيب. كريمة الزعيمي، عرفتك كريمة، الله يرحمه يا ربي وسع. عرفتك، كي دايره اختي؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ بارطاجيو اللايف، عافاك باش يدخلوا البنات. ديروا لايك ديروا لايك.
بغيت تبارطاج اللايف باش غير يزيد الدعوات للاب ديالي. شكرا لانكم ساندتوني، شكرا لانكم حسيت بكم وقفتوا معايا. راه تيبقاو يجوني شي افكار، راه تنبغي نحماق، راه قريبه وقيله نتسطاو لي يخرج لي العقل. تنبقى نقول كيفاش، فين هو، شنو تيديرش، كيف يا ربي تسمح لي شي افكار. واش مازال هو تحت التراب، كيف ولا واش هذا. اختي كوثر، وبالاخص تنبقى بوحدي في الدار بحال شي حمقه تنبقى. امين امين امين. وعد بعد مرة تجيك شي تعاليق اللي ماشي في محلهم كاع كاع كاع، بالاخص في هاد الوقيته، واخا تكوني تدخلي تشوفيني وما حاملانيش، وحشومه تخلي لي شي تعليق اللي انا نفسيتي محطمه غير على سبه، وتيجي شي واحد يقولك شي تعليق اللي تي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عندي مصوره معاه واحد التصويره، تصاور وفيديوهات الاخرين اللي تنهضروا، تبقى جالسه بوحدي وتنشوفهم ونعاود نشوفهم ونعاود نشوفهم ونعاود ندوزهم ونعاود نشوفهم ونعاود نزوميهم ونعاود نديرهم ونعاود نبوسهم ونعاود امين. اختي كريمه ربي يخليك لهلا يخطيك، شكرا بزاف، ويخلي لك وليداتك ومعزه عليك. هذا هو حال الدنيا، عند الإنسان ما يدير فراق تيجي صعيب. عاد بينو وبين خالتي 25 يوم، ماشي بزاف. اختي ليلى سلام ورده، نمشي معاك بس ياسير. الحمد لله خديجة. أكيد خصنا نصبره، ولاني راه اش غادي نقول لكم، ورضة الأب ديالي ولي مات. أنا مات كده أمي وزوجتي. اختي سارة الله يرحمهم، ما عرفش رجع القناة، ما عرفش واش غنبقى نهضر، نجي ندير لكم فيديوهات نهضر لكم غير على هذا الموضوع، ما عرفتش شنو بقى باغا شنو غادي نصور، ما عرفتش. امين شكرا ليلى، شكرا امين. اتمنى بارطاجيو كيما قلت لكم ليلى اللايف في الجروبات، غير يترحموا عليه الناس، محتاج الدعوات ديالكم. ما انا ماشي دابا في هذا الموضوع، انا اللي فيا كافيني، ما انا مقدر نهضر حتى في شي موضوع اخر. خديجة الله يرحمها، آمينة وردة ربي يخليك. أختي كريمة الوالدة اش غنقولك، ما صابراش الوالدة، وعيانة عندها الطونسي وعندها السكر، ما صابراش ما صابراش ما صابراش، جاتها صدمة. تصوري تمشي لك ولدك، تمشي لك بنتك، تمشي لك الساس ديالك اللي هو راجلك وزمانك ومولا دارك، وكتحسي راه صعيبة صعيبة. انا صباح دابا باغا نخدم في القناة ديالي ونوصلها ونكبرها على قبل الام ديالي، لاني باغا
تهلا فيها، باغا ندير ليها اللي بغات، باغا اي حاجة حلت عليها فمها نوجد نديرها ليها. ما لا هي ولا الاخت ديالي هي اللي بقات معاها دابا، مازال ما تزوجاتش، هما اللي بقاو بجوج. امينة ماما، امينة خديجة، امين. ديروا عافاكم غير اللايك باش ما يتقطع عليناش اللايف، الله يعطيكم الستر. فراق الوالدين حار حار، تتحسي بقلبك. اينا بلاصه انت يا ساره؟ ساره ساره شكرا، ربي يخليك. امينه ورده، امين. انا محتاجاكم دابا، تعاونوني تبارطاجيو القناه، تبارطاجيو الفيديو، توقفوا معايا لانكم انتم العائله ديالي التاليه. امين. سالي مميمتو، شكرا ليلى، شكرا صباح. كاينين مساكن الناس اللي وقفوا معايا في الانستغرام، اللي في بزاف، ربي يخليكم، وكل واحد الله يسهل عليه، وكل واحد الله يخليه والديه. شكرا ماما. انا تنفكر غير الموتة ديالو، راه الموتة ديالو جات كي دايره يا البنات، الموتة ديالو زوينه، الموتة ديالو صباح الناعس، ناعس مغمض عيني وناعس هاك ناعس، تا حاجه ما فيه، وجهه زوين، حنيكاتو الغوز، وميت وحنيكة غوز، ميت وعرقان من هنا من هنا، ومحسن ديك قبل ما يموت حسن، وقطعت ليه انا ظفارو ديال يديه هادشي قبل ما يموت، ونقي نبدل حويجاتو. انا الاب ديالي كان ديما نقي، ما تلقايش مسخ ولا فيه شي ريحه خايبه، ديما نقي نقي نقي، وتلبس زوين، تلبس تعرف يناسق الالوان، وتعرف دابا تنعاود ليكم وانا معاكم في اللايف، ولاني عرفتي بعقلي تمشي تتخيل داك الشيء اللي دوزتي معاه في حياتك الله يرحمه. امين، ربي يخليك يا خديجة، ميد كوكو، ربي يخليك، الله يخطيك. شكرا شكرا، ديروا لي غير لي لايك، بارطاجيو اللايف، الله يسهل عليكم. امين وردة، الله يصبركم انت ان شاء الله، اللي تعاوني الوالدة وحنا ديما في جنبك. شكرا كريمة. ما عرفتش شنو نبقى ندير لكم في لي فيديو، قولوا لي شنو نبقى ندير لكم، لانني ما عنديش الخاطر نصور لا روتينات، راه ما تندير لا شغل، ما بقيت نطيب كيف الاول، ما بقيت تبقى غير جالسة وتنشد التليفون، نبقى نشوف في التصاور ونشوف في الفيديوهات النهار كامل. امين. خوتي مساكن اللي في الخارج، تا هما تصدموا، تا هما مرات، تا هما حالتهم، بالأخص واحد خويا مسكين ما حضرلوش، ما شافوش مدة ديال 5 سنين، مازال ما دارش الوراق، مسكين 5 سنين ما شافوش. وتصور انه في ديك ال5 سنين تتموت اختك، تتموت الناس القراب، تموتوا الحباب، في الاخر تموت باك. الله يحسن عوانه، تا هو الله يصبره والله يقويه، ربي يخليك. خداري خديجة، صعيب تلقايه تحت التراب. امين ميت كوكو، امين. انا ما طيقاش، نقدر نقول لكم بعد المرة نفيق في الصباح تنقول واه ما كاين حتى شي حاجة، راه بابا حي عادي، حياة عادية،
وليني ملي تنفيق ونبدا النهار عاد تنستوعب عاود الامر ديال انه توفى، وتبقى ليل كامل فايقه فايقه فايقه، تجيني شي هلواسه شي تخربيق شي، انا فايقه وتنحلم، انا فايقه وتنحلم، وتبقى تنشوف ما عرفتش كيفاش نشرح ليكم، وتا تصبح الحال نيت عاد تنبغي نغمض هذيك شويه، وليني ما تنغمض والو، تنوض بحال تنوض مرفوعه بحال اللي طاجه. بارك في راسك الله يعاود محبته، امين. اللهم اغفر لي هاجاهم في، الله يخليك تفوت معاك، الله يصبرك يا رب، ماشي سهلة. أمين إسراء، أمين أم آسيا، لأن ماشي سهلة تدخلي تخرجي من حزن ما توفى خويا، تصوري ما سهلاش باش تدخل لك راسك، لأنه كان واقف خارج من دارو طاح الخدمة طاح مات موت الغفلة. اختي كذلك ماتت هكاك موراها، ما مستوعبتيش عاود الوفاة ديال اختك، مازال ما دخلتلكش للدماغ، مازال ما دخلتلكش لراسك، موراها عاود خالتك 3 ايام ماتت بنتها الصغيرة اللي عندها 14 عام، 25 يوم توفى باباك، والحمد لله. آمين سهام، شكرا. أيه خديجة صعيب الحال، الله يصبرك خوتك والوالدة ديالك، آمين نوها. أصعب حاجة هي موت الغفلة، كتجي صعيبة، كون الإنسان يمرض وتقلبيه وديري معاه شنو ما درتي، ديك الساعة راه تتبقاي مسكين تقولي مسكين يموت ويرتاح أحسن من هاد العذاب اللي هو فيه. وراه اللي تبقى جالس في الفراش 7 سنين 10 سنين هو مسكين غير في الفراش، ما تيهضر ما تيتكلم ما تيدير حتى شي حاجة. تتقولي وقرعة كان مسافر، اي سافر ورجع، ولا اختك كتقولي مثلا في الغربة هتدوز 2 عامين وتجي تشوفيها، تتوحشيهم تتوحشي تشوفيهم، تتوحشي تعنقيهم، تتوحشي تبوسيهم، تتوحشي تهضري معاهم، تتوحشي تسمعي هضرتهم، تتوحشي تشدي فيهم. انا وبابا كنت في واحد العلاقه زوينه انا وياه، وهو بابا كان واحد النوع اللي حنين وما تيضربش، تيطلع في ولاده وكبرنا وكل واحد وصله، وكان نعمة الرجل، وانا يس صغيره كما تيقولوا اخر العنقود مفشه، وتنضحك معاه وتنقول لي، هو كان سميت الوالد ديالي العربي، تنقول لي عربيتشو عربيتشو ما فين، المهم تنقشب معاه وتنضحك معاه. وديما تيقول لي ديما تذكر في امه غير الله، وتيطلب ان ربي يثبته في الممات ديالو، و40 يوم راه تتكون داخلة، وانا كنت حاسة تكون شي حاجة، لانني هادي 3 شهور حلمت شي احلام ماشي هما هادوك، وانا اللي حلمت شي حاجة غير الله يستر. ولاني ملي ماتت خالتي لهنا، ملي دازت هذيك العطلة فين ماتت خالتي، مشينا حاسة شي حاجة ماشي هاديك، وقلبي ديما مصير ديما عندي حجرة هنا ما تنقدرش نتنفس، مقدر ديال هذيك تقول يا راجل، قول استغفر الله العظيم، نقول استغفر الله العظيم ما عندناش تراجم. وهذا الشيء اللي وقع كنت تنشوفه انا فايقه، وتنشوفه تنشوف الجنازه، تنشوف الكفن، تنشوف هذيك كيفاش مات كيفاش مات، تنشوف الناس اللي جاوا، وشحال الناس جاوا، وشحال الناس جاوا، وشحال الناس جاوا، جاوا الناس بزاف 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 اكثر ما تصوروا. واحد الليله ديال العشاء دازت كي دايره بحال العرس، وكل شي زوين والخير، هو تيبغي الخير وتيوقف مع الناس وتيدير الخير، وش غنقول لكم، الحمد لله بحب الدنيا خويا، خلوش ولد بحال ما استناه. راه عندي راس اروح هاد الفيديو ونشرح فيه كل شي، ونخلي كاع خوتي تما يشرحوا لكم شنو داروا،
بارك في راسك محبتي والله اختي، فاش شفت الفيديو ديالك ما سكتش من كتخيل، حتى انا بابا مات غادي نحمر وسط انا بابا عمري. الله يخليه لك يا ابراهيم. هنا بعيده منهم كتسني واحد النهار غادي تمشي تشوفيهم، نهار يموت قطعي ياسك صافي، نهار يموت صافي. الدار تحسي بها واخوات، نقصت شي حاجه، شي حاجه ما كايناش، الركيزه ديال الدار مشات صافي. شي واخا يكون الاب مريض وشاد الفراش وما تيهضر ما والو، المهم تتحسي بالامان، تتحسي بالدفء، تتحسي راه كاين شي حاجه. هذاك ولاني راه ملي تيمشي وراه كلشي تيمشي معاهم. الله يخلي لك فاطمة الزهرة. بالعكس ام اسي ما تقوليش هكاك، يقدر يكون واحد الاب اللي هو تبين راسه قاصح، وكاين الاب اللي ما تيبغيش يبين هذاك الحنان او هذا. واني معمر شي اب تيكره الولاد ديالو ولا تيكره الاحفاد ديالو، ولا راه يقدر ما تيقدرش يعبر، وتيعبر بهذاك العنف ديالو ولا داك الشيء ديالو. وين كيف ما كان راه داك باك اسي، وتهلاي فيه تهلاي فيه، وسير شوفيه وجلسي معاه. ربي يخليك اسراء، بارك في راسك اختي، الله يصبرك. امين سلمى، شكرا طه. الله يخليه ليك فاطمة الزهرة. نتمنى نبقى نطلع معاكم كل نهار، نهضر معاكم هكا وتهضروا معايا ونتعاودوا. شكرا نور، ربي يخليك. وقولوا لي شنو نبقى ندير ليكم كفيديوهات، شنو نصور ليكم، شنو نحط ليكم. شكرا. الله يرحمهما جميلة ويوسع عليهم. ومن هنا تنقول للناس اللي ما جاوش وما عزاونيش، وشاركين الطعام وشاركين الجورة وشاركين كل شيء، تنقول لهم شكرا. لأن إلا الموت، إلا الموت الإنسان خصو يجي ويوقف مع الإنسان، وخا يكون شنو ما واقع، وخا يكون مثلا أنا خايبة وفي يدي فولادي، ولاني تجي عندي توقفي معايا، نجي عندك نوقف معاك. ولاني راه تيقول لك راه واحد المثل، قرعة الزيت معلقة في كل بيت. ضروري الإنسان عيجرب الفراق ديال شي واحد، إما خوه ختو با مو، ضروري ضروري تا واحد ما عاد يخطا شي دار ما يخطاها تيكون فيها شي واحد متوفي، تا واحد. وهذوك اللي تابعين الشي ديال الدنيا والتخربيق وعاهايمين وطايرين وهذا، نقولوا تفكروا الموت شوية، ديروها في بالكم، حطوها شوية قدامكم. نمشي واخا ما عندي حتى شي حد في المقبرة، نمشي غير مرة مرة المقبرة نزور ونشوف، لأنك متدخلي المقبرة قلبك تشبع تعمر. كل شهر يعطيك الصحة والعافية، ربي يحفظك ويبعد كل حزن في سنين وأيام جاية يا رب. شكرا محمد رمزي، هذاك الشي اللي كاين. الوالدين تيكبروا راه متيبقاش عندهم الخاطر، بالأخص تيجي السكر، تيجي التونسيون، تيجي. شكرا سلمى، سلمى أنا انا معتبراكم عائلتي الثانيه، كون ما معتبراكمش عائلتي الثانيه وتنحس بكم تتبغوني، ما نجيش نشارك معاكم هاد الشي ديالي ونعاود ليكم ونخوي عليكم قلبي ونهضر معاكم ونقول لكم هذاك الشي اللي تنحس بيه.
الخوت عندهم بلاصتهم، ولكن الوالدين اخرى، حاجة اخرى شوية. سعاد شوية رمت، انا ما متيقاش تنقولها ونعاود نقولها، ما متيقاش ما متيقاش. لما نقدر ندير روتينات ما عرفتش، انا ما عرفت. في راسك من جهة الوالد حاسة بيه، حيت أنا يمينة. شكرا أكادير، مرحبا بك. قلت لي جو شوية بحال إلا جاي عندك. تك ربي يخليك فاطمة الزهراء، لهلا يخطيك. لا لا راجع، ما كان مريض ما شي حاجة، كان فيه حتى شي حاجة. هو نهار اللي مات غدا وفطار وحسان كل شي. اختي ميت كوكو، لا شوية اختي لامياء. امين امين. لا الهام ما جاتش. صعيبة باش توقفي على رجلك مرة أخرى. ربي يخليك ياسمين، ربي يخليك لامية أختي. انتي كيف بقيتي؟ كلشي مزيان؟ كي دايرة صحتك؟ لاباس؟ آمين. رجاء سعد باش غنشغل راسي، أنا تنزيد نبغي نحماق مثلا، نبقى بوحدي في الدار، تنزيد نبغي في الليل ما تنعش، تبقى في الليل تنهلوس، ساعات تنهلوس في الليل شي ما شاء الله. نقول لكم هذا الإحساس صعيب نوصفه. لا أختي ياسمين أنا دابا في قنيطرة، قوليني الويكاند راه غادي نرجع إن شاء الله. عاود ماشي مشكلة ميدكو، كل واحد يخلص الله على قد نيته، وانا داكشي كله درته الاجر في سبيل الله، نتمنى ربي يتقبل مني داك الاجر اللي درت. الوالد يلا 3 شهور وانا عايشة على النار. الله يرحم اختي ويوسع عليها. الحمد لله اختي فكرتيني بابا، الله يرحمه عمري نسيته والله. الله يرحم اختي لامياء، ديالي بالرحمة، الله يرحمه ويوسع عليه. شكرا ام اميرة. دابا صعيبة حضرتي ليه؟ اه حضرت ليه، وانا عرفتي كون مشيت هذيك الساعة كون ندمت حياتي كاملة ما جلستش، كنت غادة بحالي راجعة. كان الويكاند لحد كنت راجعة بحالي. بدل المحبة بصبر. امين يحسبك غير المجرب اختي. هذاك الشي اللي كاين اختي فاطمة الزهرة. سلام اختي. انا بسمحت، انا مات بابا في شهر 10 وحتى لدابا باش ننساه. الله يصبرك، دعي معايا بصبر. الله يصبرك اختي بسمة، الله يرحمه ويوسع عليه. صافي انا ديك الساعة ملي دخلت عنده البيت عرفته، هاي توفى عرفته. نبقاو معاك في السراء والضراء. شكرا ميت كوكو، ربي يخليك. أيه إلهام صعيب إحساس، صعيب سبحان الله العظيم، صعيب واحد الإحساس. إيه والحمد لله على كل حال، الحمد لله. نشوفو تاني عيون نقولو الحمد لله. شكرا أختي سلمى، نقولو الحمد لله. ربي بغى، ربي داه.
مرحبا بك سعاد. وكان الحمد لله ما تيشوفش، فقد البصر ديالو واحد المدة وصابر، معمرو تشكى، معمرو ديما تيقول غير الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وإن شاء الله يا ربي يكون في الجنة، يا ربي ربي يكون معك. شحال صعيبة الصدمة يا أختي، يموت الأب ديالك ويكبر يعطيك الصبر. آمين. شكرا ساعتها كثرتينا، نمشي لقيت غير الغوات في الدار مامتي دفنوها. صعيبة فاطمة الزهرة أختي، هاد الأيامات توانسي معانا باش ما تبقايش بوحدك أختي. ديري هنا ولا نهار لايف إن شاء الله نورة. ودابا تمشي الويكاند لدارنا، تمشي حيت مازال خوتي ما مشاوش، تنمشي لدارنا ضروري توقفي معاهم في هاد الايام اللي ما وقفناش مع بعضياتنا في هاد الايام، فوقاش نوقفو. ومازال تيجيو الناس، مازال تيجيو العزايه، فضروري ام بعد نهبط هاديك السبت والحد وتنعاود نرجع. وان شاء الله دابا نشارك معاكم الربعين، ان شاء الله راه يجي الاخ ديالي نهار الجمعه باش غادي نبنيو عليه دير القبر ديالو تشرى النهار. فوق جا اخ ديالي نقول لكم لا اربع، لا اربع والخميس لحد اثنين ثلاثة لا اربع، وقيل نهار الخامس ملي مات الاب ديالي تشرى القبر ديالو، هذوك القبور اللي تتباعوا في بوق نادل. سبحان الله، معك نعيمة من القنيطرة وتسكن حاليا في كلمين، كنتمنى نتلاقى بك. سبحان الله كتدخلي خاطر ومقبولة. شكرا أم ريان، شكرا شكرا أختي نعيمة، ديما معاك في الحارة والحلوة. شكرا لمياء، أنا راه 3 شهور من اللي مات وكما ما مصدقاش باللي مات، واخا هبط المغرب توشي بقات بلاصتو كبيرة. أختي يمينة نعطيك الصبر. شكرا فاطمة الزهرة، الله يصبرك أختي أحسن. الله عزاكم في مصابكم، الله تاخذوا لنا ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى. الله يصبركم جميعا. تي لاباس ليك لاباس فلوك صباح فرونس أختي. صباح كان توفى الأب ديالي، بلغي تعازي العائلة والخواتاتك وفدوى. شكرا يا ياسمين، ومرحبا بك إلا كنت تما كنتي تما يا قاسم. أجي مرحبا بك أختي إلا كنتي عارفة الدار، أجي خلا بكل شي ديالو، الساعة ديالو، النظاظر ديالو، الراديو ديالو، مقيس الضفار ديالو، الحاجات كل شي ديالو، فراشو، بيتو كاف ما هو. دابا نشاركو معاكم إن شاء الله. الله يرحمه، آمين. هاجر انا راني في اسبانيا. اختي والله يجيبك على خير اختي. الله يرحمه، امين. كيفاش الشدة يبان للصحاب والخوت مزيان، تبقاو يد وحدة، راه تا هو مسكين يحس بيكم مازال مجموعين. فرح الله يرحمه، هاديك الشي اللي كاين. واش بابا كان مريض مسكين؟ لا ما كانش مريض. سلام طنطان، الله يرحمه، امين. باركة في راسك اختي، مشى معاك باس سيام فرنسا. سلام اختي، باركة في راسك. تنمت ابي شهر شي شهر، يلا جيت عند امي، انا كاينة في فرنسا. والله صعيب جي المغرب، الحمد لله ربنا الحمد لله مرحبا. في المغرب جي نهار الخميس اللي فات، والله فيه الوجع. اختي الله يرحمه ويوسع عليه وعلى سلامتك اختي، والله يخلي لك الوالده ديالك. صعيب الوالدين يموتوا اختي، اكيد فاطمه درجتك زوينه. شكرا، السلام، انا لله وانا اليه راجعون. الله يعطيهم الاجر، والله يصبركم، امين. ريم شكرا، هضري شويه بالجهد، والله الجهد يبقى.
تنتمشى وما بقيتش تنقدر نتمشى، تنسخف. انا هي اللي كنت تنتمشى تنزرب، وهادي تنحمش نتمشى بشويه، واللي تنتمشى تنسخف ما تنقدرش. ما سكناش في نفس المدينة على اختي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. شحال بكيت معاك، الله يصبرك، ماشي سهل اكيد. اختي فاطمة الزهرة، كون جلستي مع ماماك عمرو عليها مسكينة، راه معاها دابا خواتاتي، ولكن انا عندي الدراري صغار تيقراو في المدرسة، مع الامتحانات وداكشي ما لقيتش كيفاش ندير نغيب ليهم. غيبت ليهم السيمانة الاولى اللي مات فيها الاب ديالي، غيبت ليهم سيمانة كاملة، ودابا المدرسة ما يمكنش رايس شدو دابا العطلة ونمشي ان شاء الله. المشكلة هي ملي غنمشيو كاملين وغتبقى غير ماما واختي بوحدهم. يعاونك ويعطيك الصبر، امين. الله يرزقكم الصبر على فراق بابك، امين. ام ريان ما تبقاش تفكري، حاولي تعمري وقتك. واخا اختي فاطمة الزهراء، من سمعت ابي مات وانا فيا وجع، نعست السبيطار بسبب طونسي وطلع مع الفقصة وحمل باز الى ما مات جانين. والله الله يتبت الحمل ديالك وان شاء الله ما يكون غير الخير. السلام عليكم، الله يرحمه يا ربي. موت الوالدين صعيب، دكالة دكالة. لا سعيد وعيشة. انا غير في المغرب اختي، غير ما ساكنش في نفس المدينة، ما كاين ساكن الوالدية. تتحسي بالعائلة ديالك تكون كبيرة وتبقاو ينقصوا، تتحسي براسك العائلة ديالك تزيد صغار. الله يخلي لك الوالدة ديالك، الوالدين يعوضهم حتى واحد أكيد. السلام عليكم فاطمة الزهراء، الخير مع الله أختي، الخير مع الله. هكشي أنا درته في سبيل الله، تنتمنى ربي يتقبله مني. سلام سلام فاطمة الزهراء. موت الوالدين صعيب الحال، ولكن هذه الحياة هكا دارنا الله سبحانه. الموت واجب، الفراق صعيب أكيد. أي وحدة توصل لساعته الدقيقة ديالو ما تيزيدش. كنت في ألمانيا، جيت 12، ما كانش مريض، مرض على غفلة، دار عملية القلب مات، كانت صدمة كبيرة. أختي في أمريكا بغات تصدق، قالت لنا بدفنوه حتى نجي مسكينة، الله يرحمه. خديجة محمد، مرحبا بك سعيدة، نورتي القناة. أنا بنت عزيزة، أنا بنت عزيزة عليا، ربي يخليك انتوما عزاز عليا بزاف. سلام فاطمة الزهراء بالنجم. بارطاجيو اللايف وديروا لايك. شنو الفيديوهات اللي تبغيو نصور ليكم باش نعمر الوقت ديالي ونلهي راسي؟ انا غير حداك في قنيطرة. مرحبا اختي، الله يصبرك اختي، امين. انا هند، هنا بعد راكي في المغرب، واخا ماشي في نفس المدينة، ناريني على برا. وملي مات حسيت بالغربة اكتر اكيد اختي. واخا اختي مرحبا، سلام سلام، الله يصبرك، امين. يصبرنا كاملين على فرق والدين ديالنا، اخوتنا، الناس اللي عزاز علينا.
الحمد لله على كل حال. سبحان الله، الموت راه تكون داخله 40 يوم، راه هذيك اللي تكون داخله الموت راه تيبقى يدير شي حوايج، شي حركات، شي سبحان الله العظيم. تتولي تعرفيهم، تا عينيهم تتولي جلال على عينيهم، تطيح الضباب على عينيهم. نقول لك صباح امين. شحال هادي باش مات؟ لحد 15 يوم دغيا الوقت طارت. 2 16 اليوم 17 يوم باش مات. هو معمر كيتنساي اكيد، هادي راه اكيد معمر كيتنساي، راه الاب ديالك رباك. امين، انتي مزيان، ربي ما يخيبك. شكرا شكرا هند. وانا تنبكي، وبعض المره ما تنبكيش، هذيك البكا اللي تتفرغي تتحسي بحال اللي واحله لك شي حاجه هنايا، شي حاجه ما بغاش تسرط ليك، ولا ما بغاش تطلع، ولا تتحسي بيها هنايا واقفه. اما سعدات اللي تبكي وتغوت وتفرغ مزيان. الله يصبرك فوفو، امين. سلام اختي كرام، بركه في راسك، الله يعوض المحبه بالصبر، امين. ما ديريش في خاطرك، وقولي ماشي خساره في اللي خلقه، امين. عرفتي وهداك ملي هبطنا خرجنا من البيت ديالو، ملي هزيناه انا واختي اللي دابا مازال ما مزوجاش، واختي اللي في الرباط، وجوج خوتي دراري. حنا اللي هزيناه، هبطناه في الدروج ودخلناه لومبيلونس، ما سخيناش بيه. عرفتي في لومبيلونس ملي دخلنا انا رجلي فشلو، مبقيتش قادره نوقف عليهم، وبقينا تنغوتو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. تنغوتو بالحر، ما عرفناش انا وخوتي، الناس كل شيء وقفوا برا الزنقة حتى لهنايا بالناس، حيت عرفوه الناس بزاف اللي مشاو معاه، بزاف 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 للروضة. راه عندي تصاور دابا نبارطاجيهم معاكم، عندي تصاور ديال كاع اللحظات عندي محافظة عليهم. في الجامع شحال مشى تقريبا من نص ساعة قبل هو محطوط في الجامع، والناس اللي صلاو عليه، والصدفة أنه كان غادي ودايزين. هي هادي تيديروها ديما، لا الشرطة لا الدارك لا شي حاجة، حتى الناس العاديين تيوقفوا. وكان الصدفة أن الجنازة ديال الأب ديالي غادا، والدارك الملكي دايز، ونزلوا 3 ديال الدارك من الدارك الملكي من الطنوبيل، حبسوا وداروا هكا السلام حتى دازت الجنازة ديال الأب ديالي. شحال نقول لكم، ما تبقايش تبكي عليه مسكين. أكيد أختي هند، تنبغي نحلم بيه ووقف عليا ويهضر معايا ونشوفه. الله يصبرك، آمينة خديجة. اختي الله يصبرك، ندعي معاه تتقي عليه. اكيد تندعي بزاف بزاف بزاف. عنده قلة شحال في العمر ديالو؟ زيد في 1939. الله يصبرك اختي. سمعي اختي، باش مات خوك واختك؟ خويا مات موتة الله، كان خارج يخدم في الصباح، يلا حل باب دارو خارج طاح مات. دابا نعاود لكم هاد القصة ديال كيفاش الوفاة ديال اختي والاخ ديالي. حتى الاخت ديالي كانت عندي هنا في قنيطرة، جات دارت الكونترول ديالها عادي في الرباط، كيما مولفات تجي عندي ترتاح. رجعنا مجموعين لسيدي قاسم، كانوا خوتي اللي في الخارج عادي، تعشينا سالينا. ايوا سال العمر، ماتت
لا لا، في دوا اختي ياسمين مازال ما تزوجات. والقناة اللي تتكون فيها شي حاجة مفيدة وشي حاجة اللي تستافدوا منها الناس والحاجة، ما تتلقاش إقبال. الناس تابعين غير الخوا الخاوي، غير التفاهة، غير التبرهيش، غير حاجاتكم الزبل، غير النيفو اللي هابط اللي طايح، داكشي اللي تيبغيو الناس اللي متبعينه. ان شاء الله اختي هند الله يصبرك يا حبيبه، هذه من اللي ماتوا اختك. اختي يلا دابا عامين باش ماتت، يلا عامين، عامين باش ماتت وتبعها الاب ديالي. خويا مات صغير بزاف، مات في 2007، خلى ولده صغير، دابا ولده تبارك الله راه محامي ما شاء الله، الله يكمل عليه يا ربي. وفوتوكوبي ديال الاخ ديالي تتشوفيه، تتشوفي خويا دالس، ربي يصبرك، صبري وقراي القرآن في الليل غادي تشوفيه ان شاء الله يا ربي. راه الوالدة ديالي راه زواج 60 عام. الله يرحمه بحال بابا الله يرحمه، خرج غادي الجامع طاح سكتة قلبي، وانا بلجيكا جيت لقيته في الصندوق الله يرحمه. انا خويا جابوه في الصندوق ملي مات مسكين، طلعوه للطبيب زعما على اساس راه طاح وهادي، ولكن راه جابوه في الصندوق. ولكن رغم ذلك هذا اللي غسل بابا هو اللي غسل خويا، داه خويا حتى للطبيب غسله. ديك الساعه ما كناش عارفين، ما تتكونش دايزه عليك، ما تتكونش بزاف الحوايج، اما نورمالمون اللي عندك معرفه ولا شي حاجه راه تجيبي تغسليه في الدار، حنا ما عرفناش. ولكن الحمد لله داريه السيد حتى للطبيب غسله، وخلى مرته هي صغيره مسكينه من هنا اللي كانت تسمعني، راه كانت بحال اختنا واكثر من اختنا، الله يعمر ليها الدار. ونعم المرأة ونعم المرأة ونعم المرأة، تبارك الله عليها، كانت تبغي راجلها وراجلها تيبغيها، ولينيا ديال سنة الحياة، هادشي اللي كتب ليهم الله وقسم ليهم الله. صغير مسكين بوشرى نبيل الأب ديالي، تي والله إلا أختي هند هادشي اللي تيبغيو، يبغيو غير التفاهة الناس. كيكرا عليك بالصبر، الصبر الصبر الله يرحمه، الله يصبركم ماماك امين، الله يسهل عليها ويعطيها ربي على قد قلبها الكبير. بلغي ليها سلامي ليها امانه ياسمين، واخاك والله ما عقلت عليك اختي. الا شتيني غتعرفيني، حتى اللي عندك الانستغرام دخلي عندي ياسمين الانستغرام. واش زنقة الحداد؟ لا لا يحمي. امينة زينب، شكرا 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 البنات كاملين اللي هلطيكم. اختي القنوات الهادفه هي ما تلقايها ما عندهاش اقبال بزاف عكس القنوات الاخرى، تابعين غير دوك روتينات اللي ما فيهم ما يتشاف غير الله يحفظ. حنان حنان والو باس، كانت توفى ليا الاب ديالي. سلام سعيده والله ما عرفت الزنقة 36، الله يرحمه آمين، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويرزقك صبر آمين. أسيسين عرفتها، عارفين هي آسية، بارك في راسك أختي الله يرحمه. نادية دباغي بون كوراج، شكرا نادية أختي البركة في راسك، شكرا هاجر سارة الله يصبرك ويرحمه، شكرا حنان حنان ربي يخليك مسكينة، دي شحال ما شفت آسية.
واش يا سمنتي اختي الهند وهذا؟ لا تنعرف واحد صاحبة اختي سميتها هند، كانت تما ساكنة مش عارف. الله يصبرك. امين فاطمة الزهرة. واش اختك اللي ماتت خلات وليدات؟ خلات البنت وولد، خلات وحتى خويا خلا ولد. نقول هل الاختي تعرفك؟ امين نادية. ولاد اختي مزيانين الحمد لله، ترونكيل، ما نقسمتش حاجة، ما نقسمتش خير معانا، بالعكس تقربوا لينا اكتر واكتر واكتر. صافي اختي ياسمين تدخلي عندي، اكرام تيري وورد تيري اوفيسيال. لاحظت الفيديو ديالك فاش كاتبكي، حسيت بك بزاف، بقيت معاك اختي، فكرت واش لي راجلي خلاني حامل مسكين إلهام، الله يرحمه ويوسع ويصبرك، هادشي اللي نقول لك يصبرك. صعيب انا كانت وفى لي راجل اختي، انا بقى نقول لكم كل حاجه ضايقه منا انايا شويه. شكرا فاطمه الزهراء بيوتي شويه. السلام عليكم يا غاليه. سلام. لا ما تزوجش باباها، فين يلقى؟ واخا يبغى يتزوج ما يلقاش بحال هو، تيقول ما يلقاش بحال مرتي. شكرا شكرا اختي ديجيا، شكرا. يرحم باباك العزيز، باباك العزيز ديالي فاطمة الزهرة بيوتي. امين. سلام عبدال، الله يبدل المحبة في الصبر، واختي الدوام لله. امين. ولات السرعية ما هدر، ما فهمش مواضيع الله. شكرا انتي عايرتيني اختي، وانا نقولك شكرا. دوام لله. امين. كيدخل شي انسان ما تعرفك ما تتعرفيه، شنو دايره له، شنو داير لك، الله اعلم، تعايرك بالحرمه. فاطمه الزهراء انت يا عالم اكرام، انا يا عالم اكرام. السلام عليكم، الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم اموات المسلمين اجمعين، امين يا رب العالمين. شكرا لينا. وياه ماما مسكينة تبقى بوحدها، الله يصبرك. حشومة اختي كفية اللي فيها، حشومة عليك، الله يصبرك يا حبيبي. فراق والدين اصعب حاجة اكيد. الله يخليهم يجمعوا الذنوب كما قلتي ام ريان. اكرام كيف الحال؟ الوالدة ان شاء الله بخير، ربي يصبرها. امين امين. مجدولين إكرام، حمل البركة في راسك من جهة باباك، وسلمي لي على ماماك وعزيها ليا، وسلمي على العائلة وعلى مليكة مرت عمك. إن شاء الله يوصل أختي، واخا ما عرفتكش انتي عرفتيني. إكرام راح نموت عليك العزيزة، ربي يخليك فاطمة الزهرة بيوتي، ربي يخليك، الله يكبر بيك.
باين عليك باقا حزينة، وراه باقي الجرح جديد. يلا اليوم 17 يوم باش توفى الأب ديالي، حتى أنا ماتت الأخت ديالي دابا 40 يوم وباقي ما صابرينش. الموت حرام، قعناها قعناها. الله يرحمه ويرحم أبوك وأموات المسلمين، آمين. الله يرحمه ويوسع عليه يا رب، الله يرحمه ويفضله ويسكنه الفردوس الأعلى يا رب العالمين. فوقاش مات الأخ ديالك والأخت ديالك الله يرحمهم. الأخ ديالي مات في 2007 والأخت ديالي في 2017 2018. الله يصبرك، آمين. منوعة أم البنات أختي، دابا عامين وشي حاجة، شهر 7 تكمل 3 سنين. ما سهلاش ولاد الخمار. شكرا أختي. شكرا اختي مولات الخيمة ولات، ربي يخليك. ماجدة راضي، الله يصبر ماماك، امين. شكرا نورة. شكرا ميت كوكو، ربي يخليك. منوعة أم البنات، مش عمك مسكين مريض؟ ماما حياتي واش اللايف فيه الإشهار؟ ما عرفتش أختي، ديري اللايف وصافي، كنظن ما فيهش الإشهار. عندك حبيبة تخلي في اكتئاب، حاولي تخفي ما في قلبك. شكرا مولات الخمار، الله يخطيك. في كام ديش الناس راه باقيين غافلين، وهي تسحبهم الحياة كلها راه وردية، ديما يبقاو قليل الناس في الدنيا، ديما يبقاو صغار، ديما يبقاو زوينين، ديما يبقاو يلبسو يماكيو، ديما يبقاو ضاحكين، ديما يبقاو ناشطين. ولاني ربي لا بغى شي واحد تبتاليه، ربي ما تيبغي شي عبد ديالو او تيبغي شي حد تبتاليه. اما هذاك اللي ما تيبغيهش ربي راه تيدير له جنحين بحال شي نمله، تيدير له جنحين وتخليه معذب في حياته. هو راه معيقش براسو، راه معذب، وليني معذب، راه خضاحك ناشط لابس خارج داير كل شيء، وليني راه معذب. تي عبر على شي شخصية اللي ماشي هي الشخصية ديالو أبدا، ولا جيتي تشوفه من الداخل تلقاه راه مهرس، راه ما فرحانش. تنيش سكرة، دوز علينا هاد الصدمة وحنا معاك، ما تخافيش ربي يخليك. الله يصبرك اختي، اي حاجه في هذه الدنيا كتجي صغيره ومن بعد تكبر، الا الموت كتجي كبيره ولكن مع الايام كتصغر. غير صبر يا اختي، ربي يخليك ناول. الله يصبرك يا حبيبه، الوالدين فراقهم صعيب الله يرحمه. الله يخلي لك الوالده واخوتك، هذا هو حل الدنيا، حاولي تصبري راسك، داوم الحال من المحال. شكرا لكم البنات كلكم على هذه الهضره ديالكم، شكرا مولات الخيمه. يعطيكم الصبر، آمين.
الله يحمد على مكرمه سواه. انا جربت وفاة ديال كما قلت لكم اخ ديالي، ديال الاخت ديالي، ديال الاب ديالي، ديال الخالة ديالي، ديال الخوال ديالي، ديال العمام ديالي، وكذلك كنت جربت المرض ديال الاخت ديالي اللي عشنا معاها واحد الفترات، اللي هي قصة طويلة اللي بغيت نشاركها معاكم وتستفدوا منها. بون كوراج بكبير، المؤمن مصاب، اكيد المؤمن مصاب. السلام عليكم، انا ما كيفكم شخصيتك اللي تعودنا عليها، لكن لا بأس الذي الحال نودي دكتور سكون، لكن تفرجي توقف الدم ولا تخافي وجهك، تقولي له انا قوية انا جميلة انا اقبل التحدي. هذه القضية بصح هذه القضية انا ما كان تخيلهاش نعيش بلا بابا. علاش؟ فاش درتي الفيديو ديال باباك تأثر بزاف وبكيت معاك، والله العظيم واخا مازال حي ما تنتخيلش نعيش بلا بيه، خصوصا عنده غير انا عزيزة عليا. الله يخليه لك نورة، دورك دابا يفرج ربي عليك. امين. جوجل ايمنت واش دغيا الصفحة غنقلبها دغيا، ان الاب ديالي يلا توفى، نقلب الصفحة غيكون كل شيء مزيان، كل شيء زوين، الحياة زوينة، الحياة وردية، نولي سعيدة. ما يمكنش، عزيزتي عليا راني حاسه بك اختي، ربي يخليك فاطمه. الحمد لله على كل حال، يصبرك اختي. الله يرحمه. امين نوال. بو مهدي، نوال بو مهدي، بحال هذا الاسم دايز علي، نوال بو مهدي. امين اختي، الله يحفظك يخلي لك ميمتك. نوال مو بهدي، ماشي انتي في سيدي سليمان؟ لا امين اختي، الله يحفظك خلي لك ميمتك وتهلا يا نورة في باباك، الله يفيه بزاف. امين امين. مش ممكن تعطيني النمرة ديالك ديال الواتساب؟ انا ما عنديش انستغرام. انا بنت قنيطرة، حتى انا ساكنة نوال في قنيطرة، الله يجعله من اهل الجنة. حليمة بن كيران، الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من اهل الجنة يا رب. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم. ام ديالك من سيدي سليمان، واش راجلك ناول الاستاذ؟ انت عندك جوج وليدات وبنية، عيب عمري تخيلت يكون بحال هكا. صعيب، ماشي صعيب، حار قلبك سيدي، بقى شاعله فيه العافيه، بحال اللي قلبك حاطين فيه شي حجره. شحال نقول لكم البنات،
هنضطر راني نخليكم، بغيت نسمي حسبي غير بجبر شوف بجوج من زمانك، مشكلتي ما بكيتش، نفسي تبلوكات انا، هادشي اللي وقع ليا ما بكيتش، بحال اللي تصدمت، بحال اللي تبلوكيت، بحال اللي داكشي بقى لداخل ما خرجتوش. اش غادي نقول لكم البنات؟ غنخليكم، ما سخيتش بيكم، ما سخيتش بالجمع ديالكم، وان شاء الله يقدرني الله ونبقى نطلع معاكم ديما لايف توانس معاكم. الله يصبرني ويصبركم تنتوما، ويرحم الاب ديالي ويرحم الاباء ديالكم الامهات ديالكم اللي ميتين اليوم، الله يرحمهم. والله يجعل مأواهم الجنة، واللي مازال باه امه الله يخليهم ليه، وتهلاو ليا في راسكم الله يخدكم عليا، ونحاول ندير لكم فيديوهات هكا نعمر الفراغ ديالي، ونتمنى نال الإعجاب ديالكم. ديالي في هذا الشهر تحاملوا والله من حلقة اللي مشتاج عامين، ولدت ولدي قبل الوقت لا يرحم ولادي مش حد الله آمين. أنا والد هو تيقول لي أبنتي عزيزة ليا عزيزة من الدراري مسكين الله يحفظه ليا، الحاجة اللي تنحمد عليها الله أنني في نفس المدينة اللي فيها دارنا تنشوفهم بزاف. الله يخليه لك أختي نورة، صباح على خير. أيوة أختي سيري صباح على خير، وما تغبريش علينا، أنا يوميا معاكم، وخا نشد غير التليفون ونعاود ليكم ونهضر معاكم ونتوانس معاكم. السلام عليكم، تصبحوا على خير، ليلة سعيدة، ولا لي خطيكم، وشكرا على الوقفة ديالكم معايا، ولا لي خطيكم، هذا الشيء اللي نقول لكم. السلام عليكم، تلقوا ان شاء الله فيديو جديد ولايف جديد، ولا كنت عندي اللايف غنبقى نعلمكم، ونبقى ان شاء الله نطلع معاكم كل نهار الى كتاب، وبقينا في الحياة.